حقق التعاون البناء بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية خلال الفترة الماضية العديد من المنافع الكبيرة التي انعكست إيجابا على تطوير العمل الوطني بشكل كبير. هذا وقد حظي العمل الحكومي المتميز برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشهادة ملكية سامية من قبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس. ولا يفوتنا ونحن نشيد بأداء مجلسنا الوطني أن نثني على جهود السلطة التنفيذية وحرصها اللافت للحفاظ على أعلى مستويات التعاون مع السلطة التشريعية، وهو تعاون مثمر وبناء يضع نصب العين مصلحة الوطن والمواطنين. كما نخص بالذكر المساعي الحكومية المخلصة بقيادة وتوجيه ولي عهدنا الأمين صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لترجمة التطلعات الوطنية بنهج تشاركي للحفاظ على ريادة البحرين التنموية. مسيرة العمل والبناء الوطنية الشاملة مسيرة ارتكزت في إنجازها على التحقيق الفعال لمبدأ التعاون بين السلطات الذي نص عليه دستور مملكة البحرين في تجسيد لأسمى صور العمل الوطني المتكامل الذي عمل على تطويره صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال المرحلة الماضية، وقد حاز على إشادة ملكية سامية خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس. جلالة الملك الله يحفظه ويطول لنا بعمره، هو قائد المسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين، ونأمل في الدور القادم للدور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي السادس المزيد من التعاون مع السلطة التنفيذية، ونشتغل على كثير من التشريعات المهمة اللي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. احنا طبعا نعاهد جلالة الملك ان احنا نمارس دورنا الرقابي دورنا التشريعي على أكمل وجه، وكذلك أن راح يكون الدور القادم راح يكون أكثر يعني تركيزا على التوازن المالي، وراح يكون تركيزا على برنامج التعافي الاقتصادي، مرورا بالملفات المهمة اللي هو ملف إيجاد الوظائف والإسكان وكذلك الرعاية الصحية. فإن شاء الله راح تكون هذه المواضيع هي اللي راح يتم التركيز عليها في الدور الثاني، وهي اللي راح تكون النبراس لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين بإذن الله تعالى. توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برهنت على أن التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية من جهة والتشريعية من جهة أخرى أثمر عن تحقيق العديد من المنجزات الوطنية البناءة التي تجسدت في سرعة تنفيذ المشاريع والمبادرات الوطنية المحورية من خلال تسريع وتيرة العمل التشريعي وعقد العديد من الاجتماعات التنسيقية والتشاورية البناءة في مختلف المجالات. الحمد لله كالعادة خطاب يرسم طريق للسلطة التشريعية ويعطي لمحات عن منهجية العمل السنوي للسلطة أيضا التنفيذية، مع الإشارة إلى مواضع مهمة منها أهمية يعني صلابة القضاء والاطلاع بدوره المنشود، وهذا طبعا جدا مهم خاصة أن العملية هي حقيقة عملية متشابكة متواصلة. جات الملك كلمته الأمانة كانت كلمة جدا معبرة، تطرق جلالته الله يحفظه إلى الإصلاح للمجلس الوطني والوطن دون وصاية وتكاتف المجلس الوطني مع السلطة التنفيذية. وطبعا طال عمره الله يحفظ جلالة الملك دائما كان يشيد في كلمته لرفعة الوطن والتكاتف والتعاون بين السلطتين. طبعا وهي حتى ذكر الله يحفظه أن التعاون هو المثمر ويكون يد واحدة مع بعض، لأن المصلحة مشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، لأن إحنا كلنا نكمل بعض. إنجازات وطنية متتالية وعمل دؤوب ومستمر تحقيقا لمبدأ التعاون المثمر بين السلطتين
ساهم في الارتقاء بالعمل الوطني إلى مراحل متقدمة انعكست على المواطنين الكرام نماء وازدهارا متواصلا في مختلف المجالات.